أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ 637 حملة وزيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الممتد من 31 من ديسمبر 2023 إلى 6 من يناير العام الجاري، وأسفرت عن ضبط 100 عاملين مخالفين وغير نظاميين. كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لا سيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.